مشاهدينا الكرام مشاهدي إنفوغراد في كل مكان نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقه جديده من برنامج من فيينا وحوار خاص مع قداسه البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك القرازه المرقسيه اهلا بك سيدنا اهلا وسهلا بك وطن بلا كنائس افضل بكثير من كنائس بلا وطن عباره قليله الكلمات كبيره المعنى والدلالات قالها قداسه البابا المعظم ابان ثوره الثلاثين من يونيو اثر الاعتداءات الوحشيه التي تعرضت لها الكنائس او الكثير من الكنائس في مصر وكانت هذه الاعتداءات بسبب بسبب هذه الثورة العظيمة. في الرابع من نوفمبر عام 2012 نادته القرعة الإلهية ليكون البابا الثامن عشر بعد المئة من باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلفا للمتنيح البابا شنود الثالث فلبى النداء خاشعا متضرعا متواضعا أحب الجميع فأحبه الكل ونادوه ببابا المحبة. في الثالث من يوليو عام 2013 ناداه الواجب الوطني للمشاركة في رسم خريطة الطريق الجديدة لمصر بعد تحريرها من براثين أهل الشر فلبى النداء بحسه الوطني. اليوم يحل علينا ويباركنا قداسة البابا المعظم في ابراشية النمسا للمشاركة في فعاليات المؤتمر العشرين لشباب أوروبا في ضيافة نيافة الحبر الجليل أسقفنا المحبوب الأنبا جبريل وشعب الإبرشية سيدنا برحب قدستك مرة ثانية. أهلا وسهلا ربنا خليك يا سيدنا وشكرا أنك سمحت لنا قدستك بها إجراء هذا اللقاء آه قدس البابا أحداث كثيرة مرت علينا على البلاد يمكن آخرها كان آه فيروس كورونا اللعين يعني قربنا على التعافي من أزمة كورونا دخلنا في الحرب الأوكرانية الروسية قدس البابا استوقفني عبارة قالها المولود أعمى لما حاولوا اليهود يشككوا في معجزة شفائه وقالوا للمولود أعمى إن اللي شفاء خاطي على السيد المسيح فهو قال أخاطئ هو لست أعلم كل ما أعلمه أنني كنت أعمى والآن أبصر كيف يمكن لنا أن نبصر مقاصد الله لنا في هذه الظروف عايز أذكر لحضرتك أن الله يتعامل مع البشر من خلال ثلاث قوانين رئيسية القانون الأول أنه محب لكل البشر هو يحب الإنسان لأنه خلقه نعم. لما كانش بيحبه ما كانش يخلقه خلقه نمرة اتنين إن الله يصنع الخيرات دائما هو صانع الخيرات وفي صلواتنا دائما نقول فنشكر صانع صنع الخيرات, الخيرات لكن نمرة ثلاثة المكملة بقى أنه ضابط الكل فالرؤية لأحداث الحياة كلها هي رؤية من أجل أنك ترى الله ضابط الكل الله لا يتدخل في حرية الإنسان إنسان افرض عايز يمشي في طريق الخطية يمشي الله لا يعطي نعمة ويعطلها في الإنسان لا يعطي نعمة الحرية ويعطلها أنت أخذت الحرية أنت مسؤول عن الحرية ولذلك نسميه الديان العادل سيأتي يوم ويدين فيه المسكونة كلها الأحياء والأموات فالثلاثة دول الله محب للبشر خلقهم صانع الخيرات كل يوم ثم أنه ضابط الكل بهذه الثلاثة يمكن أن ننظر لحياة العالم كله العالم فيه شر؟ آه فيه شر في ناس بتاخد قرارات خاطئة؟ أيوة ناس بتاخد قرارات خاطئة لكن الله يدبر العالم كله ويدبر احتياجات العالم كله يكفي أنه بيدينا العطايا العظمى بيدينا الهواء بيدينا الشمس بيدينا المية بيدينا الأرض اللي بتطلع الخير وهكذا طيب سيدنا ننتقل لجزئية أخرى وجزئية أن قداستك دايما مهتم بالتعليم القراءة بتحسنا دايما على القراءة وقداستك برضو بتكتب كتب من وقت لتان عند في إصدارات لقداستك يا ترى في وسط المهام الكبيرة للقدستك دي حريص برضو دايما أن يكون هناك وقت للقراءة ووقت للكتابة أم. انا في اسرتي اتعلمت وانا صغير القرايه يعني والدي كان يحرص دائما على ان احنا نقرا كل يوم على الاقل الجريده غير طبعا في قبل مذاكرتنا نقرا الانجيل وكان عندنا كذا دولاب للكتب زي مكتبه كده وكانت القرايه نقطه مهمه اوي لما دخلت الدير في القانون اليومي بتاع الراهب اسمه كده ساعه صلاه ساعة قراءة ساعة عمل ده القانون اليومي يعني فترة للصلاة وفترة للقراءة وفترة للعمل فالدير أيضا فيه المبدأ ده مبدأ القراءة القراءة بيتسع بقى المبدأ تقرأ تكتب تتأمل تلخص تترجم كل ده متاح في تعليم الإنسان في الكتاب المقدس وصية جميلة أوي تقول لاحظ نفسك والتعليم. فلغايه النهارده لازم الواحد يقرا ولازم يطلع على كل ما هو جديد بقدر الامكان، صح الوقت محدود لكن القراءه مهمه. واخر اصدارات خدستك هيكون ايه؟ أو آه فيه؟ هو في كتاب طلع الشهر اللي فات اسمه افرحوا، وهو عباره عن مجموعه تاملات في رساله القديس بولس الرسول الى اهل فيليبي ودي رساله مهمه جدا لأنه هو كتبها في السجن لكن هي عن الفرح. وطبعا السجن والفرح ما يجوش ويا بعض لكن الرساله كلها ممتلئه بالفرح وفيها الوصيه المهمه افرحوا كل افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. سيدنا يمكن الاحداث اللي مرت بها مصر في 2012 ل 2013 حتى ثوره 30 يونيو كانت احداث كتيرة جدا لو التاريخ طلب من قداستك ان تكتب كتاب عن المرحلة دي يكون عنوان الكتاب ايه؟ آه عناية الله بمصر عناية الله بمصر في عشر سنوات اللي هو يعني من 2012 او 13 لغايه وقتنا الحاضر ربنا يخليك يا سيدنا في كمان يا سيدنا عبارات كثيرة قدستك قلتها وعالقه دايما بالاذهان زي آه عباره وطن بلا كنائس افضل بكثير من كنائس بلا وطن آه وانا شاهد عيان ان العباره دي بتدرس في دورات الاكاديميه العسكريه في دوره الاستراتيجيه والامن القومي حين يتحدث اي احد عن الامن القومي يذكر دائما قدستك وهذه العباره الجميله انا استوقفني اليوم 3 يوليو كلمه قداستك يوم 3 يوليو كانت كلمه معبره جدا عن الوطن عن مصر ازاي استنبطت قداستك بالسرعه الهائله دي هذه الكلمات المعزيه جدا أه، انت بتفكرني بذكريات طيبه يوم الاربع 3 يوليو سنه 2013 لما حدث الاجتماع كبير مع معظم فعاليات البلد وطرحت كل المشكلة بأبعادها وطبعا كان في إحساس كامل بيها وكان في الآخر طلع البيان ده فوزير الدفاع أنا يعني كان الفريق عبد الفتاح السيسي. السيسي ساعتها طلب من الحضور كل واحد يحضر كلمة يقولها في وقتها ووزع ورق كده يعني ورقة بيضاء عشان كل واحد يحدد أفكاره يعني وقال كل واحد هيتكلم دقيقتين والحقيقة أنا يوميها ما كانش في ذهني أي كلمة محضرة ولا أقولها ولا أي شيء وحتى لما جيم يسألوني يعني كتبتي قلت لهم ورقة بيضة لكن أنا ساعة ما أوصل لمكان هتكلم بس هتكلم في إيه مش عارف وصدقني بأمانة كده وأنا داخل مقاعة الاجتماع ده لمحت العلم المصري العلم أنا أحب الألوان وأحب أتأمل في الألوان كتير أوي فقلت بس انا اخلي الكلمه تامل في الالوان فقلت احنا في المصريين اللي ساكنين على ساحل البحر الابيض المتوسط بيمثلهم اللون الابيض والبحر الاحمر اللون الاحمر واللي ساكنين حوالين نهر النيل الارض السمراء فاللون الاسود وفي الوسط النسر الاصفر بيمثل الصحر فالعالم يجمعنا جميعا ونحن نجتمع تحت العالم ووضعنا خارطه الطريق والحقيقه كانت كلمه حلوه قوي قوي طبعاً, طبعا دون ما دون اعداد مسبق يعني نشكر الله كانت خاصه بالوطن وسابت اثر طيب في نفوس <applause> كل الحاضرين واللي كمان كانوا امام الشاشات التلفزيون وهي كلمه يعني مش سياسيه لا. هي وطنية, وطنيه ومفهومه يعني وملموسه يعني بتلمس المشاعر نشكر الله نشكر الله قداستك بتعلمنا دايما ودايما بنتعلم من قداستك حاجات كثيره جدا. في احد المقولات قلت الاهتمام بالبشر اهم من الاهتمام بالحجر. أوه. وكان حديث قداستك ان بناء الطفل منذ البدايه هو الاساس في بناء المجتمع. وقداستك في فتره من الفترات كنت اسقف الطفوله. يا ترى ايه العالق في ذهن قداستك من الايام دي من خلال الكرنفالات اللي كانت بتحصل للأطفال ومعاملات قداستك وهم بيحبوك وبيجدوا دايما في ابتسامه قداستك طمأنينه خاصه جدا. أنا بطبيعتي أحب الأطفال. وأشعر أن الأطفال دي زهور فلاورز للحياه. وأشعر أن كل طفل له عالمه وهو رساله الله للبشر. والحقيقه قعدت سبع سنين في أثناء فترة الأسقفية أنا بتكليف من المجمع المقدس أكون مسؤول عن الأطفال وعملنا الأطفال أنشطة كتيرة حلوة خالص وكان من ضمن الأنشطة الجميلة مؤتمر بنعمله الأطفال المبدعين أطفال سن عشر سنين مبدعين في مجالات كتيرة خالص سواء الرياضة سواء الفن سواء الثقافة إلى آخره يعني و... وكانت بتطلع حاجات قدامنا جميلة قوي يعني أنا أتذكر بنوتة صغيرة كان عمرها تسع سنين كان اسمها مريم البنت دي قادرة إنها تمثل مشهد تمثيلي بعدة أفراد بمفردها فقلت لها مثلي يا مريم فمثلت المرأة الكنعانية المرأة الكنعانية وبنتها المريضة والمسيح الثلاث شخصيات هي عملتهم وهي واقفه قدامنا يعني مثلا لما تيجي عند البنت بنتها التعبانه المجنونه تروح قلب شعرها ونكشاه بقت مجنونه اه بصوره جميله خالص آه. تيجي المسيح تقف بمنتهى الوداع وتتكلم بهدوء كده تيجي عند الام تركع وترفع وتصلي بتطلب مساعده المسيح فكانت فنون كتيره خالص في الاولاد البنات وكانت على مستوى الجمهوريه ذكريات حلوه بعد البطريركيه ابتديت ما عنديش فرصه طبعا اعمل لقاء زي كده فابتديت احكي لهم قصص احكي قصص للاطفال فاجمع مجموعه اطفال واحكي لهم قصه معبره قصص عاديه خالص والحقيقه مؤثره للغايه ولطيفه وانا شخصيا بلاقي متعه وانا بحكي لهم القصص ده وبيكون هناك برضو تفاعل منهم مع. خالص. خلص خلص من خالص. آه. آه. الكنيسة برضو لها آه بما أن كيان وطني موجود على أرض مصر دور الكنيسة هو دور آه العبادة ودور آه معرفة وصايا الله ولكن هناك دور مجتمعي كيف تساهم الكنيسة في المجتمع للم... للمساهمة بالنهوض بالوطن من الناحية الاجتماعية؟ ده سؤال مهم جدا الكنيسة بصفة عامة لها دورين الدور الروحي والدور الاجتماعي الدور الروحي وهو خدمة المؤمنين وإعدادهم للسماء الدور الاجتماعي اللي هو خدمة المجتمع المحلي اللي موجودة فيه الكنيسة وخدمة المجتمع المحلي ده خدمة مهمة جدا لكن بتاخد أشكال كتيرة فيها شكلين مهمين قوي خدمه تعليميه والخدمه الصحيه فالكنيسه بصفه عامه في مجتمعاتنا في مصر بتهتم بانشاء المدارس عشان تساعد الدوله في انشاء المدارس نعم. وبتهتم بايجاد مدرسين صالحين ونماذج حلوه علشان تدرس في المدارس دي ده دور اجتماعي نعم. والمدارس اللي بتفتحها الكنيسه لكل المصريين بدون استثناء نعم. آه كمان المستشفيات والعيادات الصحيه والبوليكلينكس المستوصفات برضو آه بنهتم بانشاء هذه العيادات او هذه المستشفيات وبنهتم انها بيشتغل فيها اعداد كبيره من كل المصريين. آه مالهاش ما دعوه للمسيحيين ولا مسلمين هي لكل المصريين. وتعالج ايضا كل المصريين. ده آه عمل مهم وده دور مهم في المجتمع المصري. طبعا في ادوار تانية يعني مثلا احنا بما ان السنه دي عامل بيئه ومهتمين بمؤتمر البيئه والمناخ اللي هيبقى في نوفمبر في نوفمبر يعني. اللي جاي كوب 27 اه مثلا احنا بنشارك دلوقتي عندنا اداره في الكنيسه للبيئه بنشارك دلوقتي بمسابقه كبيره في زرع الاشجار في الاماكن الصحراويه وفي الاماكن المحتاجه الى الخضره ده دور مثلا بنشترك في اصدار الوثائق اللي تعالج مشكلات في المجتمع زي مشكلات العنف ضد المرأه او م. مشكله ختان الاناث او مشكله زياده السكان. دي مشكلات مجتمعيه. نعم. فاحنا بنشارك باصدار الوثائق وباعداد البرامج اللي تعالج المشكلات دي ودي لكل الناس. ودي بيكون ليها صدى مش على مستوى مصر فحسب ولكن على المستوى العالمي. آه. يظهر طبعا دور الكنيسه البناء. في هذه احنا المشكلات. عملنا وثائق وهي اليونيسف عشان الاطفال واليونيسف دي هيئه من هيئة الامم المتحده طبعا فلنا مشاركه طيبه خالص خالص وبنشارك الحقيقه في كل حاجه ربنا يديك الصحه يا سيدي سيدنا آه مؤتمر الشباب المؤتمر العشرين واللي كان موجود وافتتح يوم الخميس وكان بتشريف قداستك ليه ويمكن آه المؤتمر ده آه عايزين نقول ان هو يمكن أن كان المفروض يعقد في 2020 ولكن لظروف كورونا ما حصلش ولكن البركه الكبيره اني قدستك موجود موجود معانا بتعتبر الشباب قوه بشريه او ثروه بشريه لكل مجتمع او لكل دوله بيحاولوا بقدر الامكان او او يجب الاهتمام بها قدستك مهتم بالشباب من بعمل المؤتمرات في المؤتمر المؤتمر شباب العالم مؤتمر شباب اوروبا ومؤتمر اللي بيعقد في مصر لشباب مصر كيف يمكن الاستفادة الحقيقية من هذه الثروة البشرية الحقيقة هم الشباب هم الحلقة الذهبية والقيمة الكبيرة في حياة الكنيسة وحياة الأوطان شيء يعني واضح لنا كلنا لكن احنا الاهتمام بالشباب بنحاول طبعا احنا نقدم هذا الاهتمام على الدوام بنقدم وسائل كثيره مختلفة يعني مثلا كنائسنا القبطية كل أسبوع فيها اجتماع شباب مثلا من الشباب بنعمل أعداد خدام من الشباب خدام بيخدموا في مدارس الأحد فالشباب طاقة كبيرة جدا لكن لأن الكنيسة القبطية بتاعت تنتشر في العالم انتشار واسع خلال الخمسين ستين سنة الأخيرة فكان لازم نعمل نوع من الترابط أو اللينك ما بين كل الشباب فابتدينا بافكار مثلا لشباب اوروبا كل إبرشية بتعمل اجتماعات شبابية لكن لكل شباب اوروبا ناخد عينات ومجموعات ونعمل مؤتمر يحضره حوالي 500 شاب وشابة ما بين سن 18 وسن 30 يحضروا في دولة من الدول إبرشية من الإبرشيات فات على المؤتمر ده 20 مرة وكانت فرصة ان انا احضر المرة دي رقم 20 هنا في برشية النمسا حسن حظي يا سيدنا حظي برضو يعني وحضرت المرة رقم 14 في كانت في أمستردام في هولندا التجمع مع الشباب حاجة مهمة الاهتمام بالشباب شيء مهم ومطلوب كمان الشباب دلوقتي بيعاني من تحديات كتيرة خالص فإن الكنيسة تحتضن وتساعد وتقوي وتشجع وتجاوب على الأسئلة اللي موجودة في أذهانهم ده دور مهم جدا الكنيسة لازم تقوم بيه. يعني في ضمن فعاليات المؤتمر اللي موجود حاليا في النمسا إن الشباب يتقابل مجموعات من الآباء الأسقفة ويقعدوا يسألوهم أسئلة ويطلبوا إجابات ده غير المحاضرات غير ورش العمل. كل دي امور بتخلي الشباب جوه حضن الكنيسه ولما يبقى الشاب جوه حضن الكنيسه يبقى طريقه امن وسليم ومهما كانت التحديات اللي بره هو جوه حضن امه الكنيسه والوصيه بتقول النفس الشبعانه تدوس العسل النفس اللي تشبع بربنا تدوس العسل واغراءات العالم كله فالمؤتمرات دي مهمة عملنا في مصر مؤتمر للشباب المصري في مؤتمرات كتيرة خالص بتتم لكن ده لكل الإبرشيات وعملنا مؤتمر زيه لكل الشباب القبطي من العالم كله وكمان نفس الكلام ده بنعمله دلوقتي في أمريكا مؤتمر للشباب القبطي من إبرشيات أمريكا. أمريكا آه. كل دي أمور حلوة هنا المؤتمر اسمه الاي واي سي اوروبيان يوس كونفرنس انا بس عايز اعمله تعديل صغير ال سي واي سي اوروبيان كوبتك يوس كونفرنس عشان يبقى ده مميز للشباب القبطي اللي بيجمع من الكنايس كلها احنا لنا دلوقتي في اوروبا اكتر من مائة كنيسة يمكن 120 وعشرين كنيسة وعدد برضه 120 وعشرين كاهن وراهب بيخدموا وحوالي 15 اب اسقف. ففي طاقه عمل كبيره يعمل من خلالها الاباء والجميع يعني. ربنا يعين قداستك على الخدمه دي وكله ده يعني ملاحظينه في كل ابريشات اوروبا وفي مصر كمان. طبعا. ربنا يدي قداستك الصحه. سيدنا بنشوف قداستك دايما في مناسبات كثيره في مصر وتكون قداستك متواجد مع شيخ الـ 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 الازهر. يا ترى ما هي طبيعه العلاقه بين الكنيسه والازهر متمثله في شخص قداستكم وفضيله الامام الدكتور احمد الطيب؟ اولا علاقتنا طيبه جدا مع فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، دايما في المناسبات الدينيه بنتزاور بيجي يزورنا في البطريركيه واحنا نزوره في مشيخه الازهر، اخر مره في عيد الاضحى زورنا زرت كان وفد كبير حوالي 12 شخص بين مطارنا وأسقفة وكهنة وربان وشمامسة وهو برضو بيجي يزورنا في الأعياد وبيبقى ويا وفد كبير دايما بنتكلم في الموضوعات الاجتماعية اللي تهم الوطن يعني مثلا مرة قعدنا نتكلم في المسلسلات والعنف اللي فيها وازاي يؤثر على التربية المرة الأخيرة دي اتكلمنا عن قضية المثلية وازاي ان احنا نقف ضدها لأنها مرفوضة سواء في الكنيسة أو في الأزهر بنتقابل أيضا في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الوطنية وبتبقى فيه فرصة فرص كتيرة أن احنا نتكلم ويا بعض أحيانا نتبادل بعض الموضوعات من خلال التليفون لما بيبقى فيه مناسبات مثلا مرض أو حزن أو حاجة زي كده برضو بنجامل بعض الحقيقة علاقة طيبة جدا وبيضمنا كمان بيت العيلة بيت العيلة المصري اللي هو مشاركة بين الكنيسة والأزهر أه. و له دور اجتماعي بيت العيلة له فروع حوالي 16-17 فرع في مصر ونشكر ربنا صورة وجود البابا والإمام ويا بعض الصورة دي مريحة لمعظم المصريين طبعا. وبيسموها دايما بيطلقوا تعبير أنا أشعر بأهميته يقول لك دول رئة مصر رئة مصر نعم الرئه تنفس الهواء و... نشكر الله على نعمته ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيركز على الترابط والتلاحم المجتمعي آه. ده اللي هو دايما بيقول فيه إن لازم نبقى كلنا مع بعض وده بيزيد من الوحده الوطنيه بين افراد الشعب المصري كله الحقيقه فخامه الرئيس مهتمه بالامر ده جدا ويعتبر ان الامر ده اولويه في كل شيء ودايما ينادي بهذا وهو عنده حق لان وحده الوطن اقوى شيء يحميه من اي تحديات خارجيه مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود ونكمل مع الحوار الممتع مع قداسه البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ابقوا معنا تستطيع مع إنفوغراف الوصول لأكثر من مليوني متابع في النمسا شهريا من خلال منصاتنا الإلكترونية معنا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع إلغاء التنوع الإقتصادي والثقافي إنفوغرام شريك النجاح مشاهدينا الكرام مرة أخرى عدنا ونكمل الحديث الشيق مع قداسة البابا المعظم الانباء توادرس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقصيه سيدنا برحب بقداستك مرتين اهلا بيك سيدنا في نوفمبر القادم آه هنحتفل بمرور عشر سنوات على اعتلاء قداستك الكرسي الرسولي لماري مرقص هناك كثير من الانجازات مرئيه للعالم كله آه من فتره وجود قدستك على رأس الكنيسه، إنجازات في مجالات مختلفه، إيه أهم الإنجازات العزيزه أوي على قلب قداسه البابا اللي تم إنجازها، والإنجازات اللي بتتمنى قداستك تحقيقها في الأيام القادمه. طبعاً من الحاجات الجميله إن احنا اعترفنا بقداسه البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس. والراهب يوسوس الأنطوني والكاهن أبونا القمص بشوي كامل اعترفنا بقداسة أربعة من القديسين خلال عشر سنوات دول فده في حد ذاته أنا بعتبره إنجاز جميل ومشجع على طريق القداسة في حياتنا من الأمور التانية اللي بشعر بقيمتها إصدار حوالي عشر لوائح تنظيمية للعمل الإداري داخل الكنيسة يعني اللائحة مثلا تخص اختيار الكاهن أو اختيار الأب الأسقف إدارة الإيبرشية إدارة الدير مجلس الكنيسة دي كلها لوائح جديدة. لوائح تنظيمية ناقشها المجمع المقدس وأصدرها نعم فدي حاجة مهمة جدا والحقيقة حققت نتائج حلوة صح مش كل النتائج 100% لكن في الطريق عمل ربنا بيمتد في كل حاجه، آباء كتير بيختموا خدمات مباركه، بنهتم بصوره خاصه بالتعليم والتكريس. التكريس يعني سواء التكريس الرهباني او الكهنوتي او تكريس الولاد او تكريس البنات، دي بتبين ترمومتر لحياة الكنيسه. طول ما في حركة تكريس حيه يبقى الكنيسه ماشيه صح. لو حركه التكريس كشت او قلت يبقى الكنيسه فيها في مسيرتها في شيء مش مظبوط وهكذا. آه. وقانون آه قانون اصدار التراخيص للكنائس اه يمكن هو الق... طبعا اسف م... ان انا قطعت كلامك آه اذا نظرنا بقى لتواجد الكنيسه القبطيه ودورها في المجتمع المصري هنلاقي حاجات كتير فمثلا اصدار آه قانون بناء الكنائس وتقنين الكنائس الموجودة م. ده طلع في سبتمبر سنة 16 ده حاجة عظيمة للغاية وصارت الكنائس دلوقتي قانونية م. كان قبل كده ما فيش قانون لبناء الكنائس خط الهمايون يقول خط الهمايون فوجود قانون يرتب العمل وينظم العمل ويعطيك الحق انت بتقدم الطلب لو تأخر أكثر من أربع شهور بتقدر تقاضي الجهه المسؤوله فيه دي حاجه م. كويسه خالص كمان من الحاجات اللي تبع هذا الامر ودي باوامر من القياده السياسيه ان كل مدينه جديده تبنى لازم يبنى فيها كنيسه وده شيء يجد رعايه كويسه واكبر دليل على كده كانت رؤيه العاصمه الاداريه الجديده في مصر كانت فخمه على اسم ميلاد المسيح وكانت كبيرة بتسع ما يقرب من عشرة ألاف نفس في الدور الرئيسي والدور الأسفل في الكنيسة آآ مثلا آآ دي كلها أمور جيدة مثلا تعيينات اللقباط في مناصب المحافظين قبل كده ما كناش نسمع عن وجود محافظ مسيحي نعم دلوقتي بنسمع عن وجود محافظ حاليا محافظ الاسماعيليه ومحافظ نعم. دمياط ودي سيده فاضله نعم. دكتورة منال ونائبة محافظ الاسكندرية دكتورة جاكلين ودي خطوات جيدة للغاية وهكذا وده من ثمار الاهتمام بالشباب أو من خلال الدولة طبعا بلا شك في تغيير كامل وملموس في مسيرة الدولة نحو المساواة نحو إقرار الحقوق نحو العدالة خطوات عمله والمواطنه وطبعا والمواطنه دي بتقف كأم لكل هذه التفاصيل احنا الحقيقه لامسين التغير مصر ليها شكل تاني آه. في عهد قداستك وفي عهد اداره الرئيس عبد الفتاح السيسي آه لا مصر الحقيقه تمر بنهضه طيبه وفيها انجازات ضخمه والجميل انها في كل المجالات الانجازات دي في كل المجالات نقطة تانية خاصة برضو بالشباب بس البابا لو سمحت لي أتكلم فيها وهو امتداد الجذور كيف تستطيع أو ما تقدم الكنيسة لتواصل الأجيال الجيل الثاني اللي مولود في أوروبا والأم الكنيسة الأم في مصر ومعرفة مدى أهمية مصر القديمة لهذه الأجيال أولا مصر وطن ينفرد على كل العالم بميزات كثيرة جدا هذا الوطن أولا زاره السيد المسيح في رحلة العائلة المقدسة واستمر فيه ثلاث سنين وستة أشهر وعشرة أيام مش موجود في أي بلد في العالم نمرة اثنين أن هذا الوطن تأسست فيه أكبر مدرسة لاهوتية في العالم تسمى مدرسة الأسكندرية اللاهوتية واباء مدرسه الاسكندريه هم اللي اصدروا اول شرح تاملي في الكتاب المقدس. نمره ثلاثه ان مصر هي التي انتجت الرهبنه اللي موجوده دلوقتي في العالم كله. اديرت اول راهب اولا كان مصري اول دير انشئ في العالم كان في مصر دير الانبا انطونيوس دي امور تنفرد بيها مصر تنفرد بيها خالص وبالتالي مصر فيها الجذور لكل ما هو موجود من ثمار الكنايس الاديره الإكليركيات دور العباده على اختلاف انواعها جذورها موجوده في مصر احنا بنساعد الشباب انه يجي مصر ويزور ويعرف الجذور بتاعته ودي حاجه مهمه خالص آه سيدنا في آه يعني اللقاء والكلام والحديث مع قداستك يعني ما يتشبعش منه ابدا ولكن انا طبعا ممتن ان قداستك سمحت لي باللقاء ده في اخر آه طلب او اخر سؤال عايزين رساله طمانينه للشباب في العالم او في منطقتنا العربيه بما يدور فيها من احداث وللعالم اجمع العالم بصفة عامة يجتاحه مجموعة من الصراعات والتحديات الكبيرة جدا يقف على رأس هذه التحديات موضوع المناخ والبيئة وطبعا جيد إن السنة دي مصر بتستضيف المؤتمر الدولي للمناخ في نوفمبر زي ما حضرتك ذكرت واهتمام مصر شديد جدا بالبيئة الدول الأفريقية كلها وعلى رأسها مصر متأثرة بتغيرات المناخ الحر اللي موجود في النمسا وموجود في أوروبا بصفة عامة درجات الحرارة المرتفعة في أسبانيا اليومين دول شديدة جدا الحرائق الموجودة كل دي من تغيرات المناخ الطبيعة تصور على الإنسان لأن م. الإنسان أسأل. اعتدى وأساء إلى الطبيعة فدي حاجة مهمة خالص قضية تهمنا كلنا دي قضية حياة أو موت بس اول مرة نشوف ان الحيتان تهرب وتيجي لغاية الشواطئ المصرية وسمعنا مم. عن كذا حادثة حصلت في الغردقه او غير الغرداء, وغير الغرداء. الجو العام بصفة عامة لازم نلتفت لكده عمليات التصحر ان الارض الزراعية تتحول الى صحراء من الجفاف موجود كده الفيضانات الكتيرة اظن في الشتاء اللي فات ده فصل الشتاء اللي فات كان فيه فيضانات من الانهار غرقت بلاد زي المانيا سمعنا فيها الكلام ده وبالتالي الامور تحديات قدام الناس كلها قدام الشباب الشباب دول لهم مستقبل فالرساله اللي نقدمها ان لازم نحترم الطبيعه ونعود الى الله ونحفظ حياتنا ونتكاتف ونتعاون من اجل مستقبل مشرق لكل الاجيال <تبعاة> انا اسف يا سيدنا اعذرني انا قلت ده السؤال الاخير ولكني بعد الاخير آ... <تبعاة> ربنا يخلي خلاصك بعد <تبعاة> ربنا يخلي يا سيدنا بما اننا احنا على اراضي النمسا وفي الاراضي النمساويه النمسا يمكن فيها جاليات كثيره ولكن الجاليات العربيه آ... موجوده بشكل يعني بشكل ملحوظ في على الاراضي النمساويه وقدستك يمكن زرت النمسا آه مرات عديده وم... اكثر بلد زرتها النمسا يعني <applause> <applause> لا. بزورها وانا اسقف يعني ما... يمكن اكثر من عشر مرات ما عشان كده البلد دي واخده بركه كبيره برغم قدستك آه شايف الاجواء او التعامل قداستك برضو تقابلت مع الكثير من المسؤولين هنا آه. في النمسا بتشعر بت... ب شعور قداستك في التعامل مع السلطات النمساوية أو الكنيسة النمساوية مع الكنيسة المصرية أول ما جيت النمسا قالوا لي النمسا دي بسكوتة أوروبا <applause> كويس طبعا بسكوتة يعني حاجة حلوة ها. حاجة هشة كده وحاجة ما. لطيفة يعني. بتدوب بسرعة <applause> بس أنا لقيتها فعلا بسكوتة أوروبا ها. يعني أنا أحس إنها بل يكفي إن التحية اللي فيها جروسكوت آه سلام الرب سلام الرب فدي تحية مطمئنة للغاية، وأعتقد إن النمسا بس اللي فيها التحية الجميلة دي. أه، تعاملت طبعًا مع الكاردينال هنا في النمسا، وجهزرنا في مصر وقضوا هنا وقت جميل خالص، وفي وقت من الأوقات زرت رئيس الجمهورية وزرت رئيس الوزراء، وتقابلت بعض مع بعض المسؤولين في أثناء زيارتهم للكنيسة في الإبرشية وتقابلت في كل مره مع السفير المصري ومع الفعاليات المصريه الكبيره ممكن تبقى موجوده هنا زي حاليا الدكتوره غاده والي وكيل الامين العام للامم المتحده للجريمه والمخدرات الجو العام حلو والنمسا مدينه يعني دوله جميله في فيينا هنا الطبيعه ساحره جدا جدا جدا, جدا و تعطي رسائل الهدوء والسكون للنفس البشريه ودور الكنيسه هنا مع نيافه انبا جبريل الحقيقه يقود الكنيسه بروح العائله كلها الاباء الشمامسه الاراخنه الخدام الخادمات الشعب حتى الاطفال يعني هو معلم الاطفال حاجه لطيفه قوي يجي الطفل يمد ايده ويروح راسم له رسم صغير على اه ده ترابط مهم جدا صح هي حاجه ما تاخدش دقيقه ولا حاجه لكن بتعمل نوع من الربطة الشديده بين الاب والابن نعم. وهي دي الكنيسه من جيل الى جيل الاطفال بيجوا لسيدنا كل واحد يعمل ايده كده عشان ياخد اول مره ما كنتش عارف هو بيعملوا ايه الاطفال والطفل يجي عامل كده يعني ربنا يبارك لنا في قداستك وفي نيافه الحبر الجليل الانبا جبريل على مجهوداته وتحمله وتحملكم معنا شكرا لقدس البابا ربنا يخلي قدسك لنا مشاهدينا الكرام الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه المصريه مؤسسه وطنيه بامتياز كانت وما زالت وستظل درعا من دروع حمايه الوطن فيها تعلمنا على مر تاريخها ان مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه في نهاية اللقاء أتقدم بالشكر وخالص الشكر لقداسة البابا المعظم البابا الأنبا تواضروس الثاني على حسن الضيافة سيدنا شكرا جزيلا مرة ثانية الشكر موصول أيضا لحضراتكم شكرا لحسن المتابعة كنت معكم أنا ممدوح مكين إلى اللقاء